السلام عليكم. خلاص ده يعتبر آخر جزء هنتكلم فيه في البروجرامينج، تقريبا في فيديو كمان هيكون لاب وكده خلاص. أحييك يعني لو انت وصلت للبوينت دي. تمام، دلوقتي هنتكلم عن البي اتش بي، هنتكلم عن لغة البي اتش بي. البي اتش بي مختلفة شوية في ان انت ازاي ترن الكود بتاعها. اول حاجه البي اتش بي عشان ترن انت محتاج ويب سيرفر. جمع بقى هنا كل اللي احنا قلناه في النتورك ولينكس وافهم بقى معايا الدنيا كلها. الويب سيرفر ده برنامج بيستخدم البروتوكول اتش تي بي، او هو اللي بيفهم البروتوكول بتاع الاتش تي بي. تمام، البرنامج ده بيبقى شغال شبه الاتش تي بي بالظبط، بيشتغل على التي سي بي على بورت 80. فاكر لما جيت قلت لك في النتورك في الترانسبورت لاير في حته البورتات ان في بورتات، وقلت لك ان احنا دلوقتي بقى عندنا القدره ان احنا نخلي الجهاز يرن اكتر من سيرفيس في نفس الوقت، وكل سيرفيس شغال على بورت معين. اهو السيرفيسز دي بقى من ضمنهم او واحد كمثال عليهم هو الويب سيرفر، والويب سيرفر بيبقى شغال على بورت 80 في بروتوكول التي سي بي. تمام، وظيفته ان هو يستقبل منك الاتش تي تي بي ريكويست اللي احنا قلناها قبل كده في النتورك، ويبعت لك ال HTTP response. يبقى ده مين؟ الويب سيرفر. يبقى تاني الويب سيرفر بيلسن على البورت كام؟ 80، على انهي بروتوكول؟ ال TCP، وبيتعامل مع انهي بروتوكول في الابلكيشن لاير؟ ال HTTP. تمام، كل وظيفته يستقبل الريكوست بتاع ال HTTP ويرسبونس عليك بالريكوست بالريسبونس HTTP. تمام، من اشهر الويب سيرفرز اللي موجوده عندك الاباتشي، وعندك حاجه اسمها انجن اكس، وعندك حاجه اسمها مايكروسوفت اي اي اس، بس اللي احنا هنستخدمه في الفيديو ده هو الاباتشي عشان هو اللي نزل باي ديفولت يعني، وبرده مازال منتشر جدا. ازاي تنستول الاباتشي؟ جاست اكتب ابت جيت زي ما احنا عارفين، يعني ابت جيت سودو ابت جيت انستول اباتشي 2، وممكن تنزل معاه برده لغه البرمجه اللي هي بي اتش بي حاليا النسخه 7.0، بس اوريدي الاثنين دول نازلين باي ديفولت في نسخه لينكس اللي معاك، بس جاست كمعلومه. طيب تعال نبص بقى على الصوره دي. انت عندك على جهاز كمبيوتر، على جهاز الكمبيوتر بتاعك. طيب معلش دقيقه عشان الاذان وهنكمل بعد الاذان. تمام نكمل بقى البي اتش بي. خلاص احنا شرحنا كده الكلام اللي مكتوب ده، هنتكلم على الصوره دي. ببساطه الجزء اللي على الشمال ده هو الكلاينت سايد. الكلاينت سايد اللي هو جهاز الكمبيوتر بتاعك. انت جهاز الكمبيوتر بتاعك هتروح جاي فاتح عليه مثلا الويب براوزر عشان من خلاله تقدر مثلا تاكسس موقع ما موجود في مكان ما. تمام، الويب براوزر بيعرض لك، يعني دلوقتي احنا عندنا موقع، الموقع ده وليكن جوجل دوت كوم، وليكن برضو جوجل دوت كوم موجود عن طريق الانترنت، موجود في مكان ما اللي هو السيرفر سايد الجزء اللي على اليمين. جوجل دوت كوم وليكن يعني مكتوب بال HTML وال CSS وال PHP. حلو، ومشغل ايه؟ الويب سيرفر بتاعه اباتشي. يبقى الويب سيرفر بتاع جوجل ده جاست كمثال، الويب سيرفر بتاع جوجل اباتشي. اوكي، وكاتب الموقع بتاعه بال PHP وال HTML وال CSS، ودول ممكن يكتبوا فعلا موقع كامل مفيش مشكله. تمام، دلوقتي انا طلبت من جوجل، كتبت في البراوزر www.google.com ودوست انتر، راح الريكوست طلع من البراوزر بتاعي عن طريق النت للويب سيرفر بتاع جوجل اللي هو الاباتشي، طلب منه صفحه جوجل. راح الويب سيرفر اللي هو الاباتشي رجع لنا في البراوزر الريسبونس بتاعه واتعرض قدامنا على البراوزر. في بس نقطه ان الكود اللي بيجي لك من جوجل هو جاست بيكون مكون من حاجتين، من HTML او CSS او جافا سكريبت اللي معموله بالاخضر دي، بس عشان هي اوتو في السكوب فنعملها بالاخضر. اوكي، يبقى هو بيجي لك يا اما HTML يا اما CSS، والكود اللي بيترن على السيرفر هناك هو بيكون ايه؟ كود البي اتش بي. دي حته مش هنخش فيه تفاصيلها قوي، بس اعرف ان الكود اللي بيجي لك عندك هو ال HTML وال CSS، ما بيجيلكش اي كود من البي اتش بي او اللغه اللي هم كاتبين منها. مش مهم برضو الحته دي قوي، جاست برضو معلومه تبقى عارفها. اوكي، هنبدا بقى نكود كود بي اتش بي. كود البي اتش بي بقى زي ما انت شايف كده على ايدك الشمال، برضو بيبقى ليه بدايه. البدايه بتاعته ان انت تعمل
العلامة دي اللي هي أكبر منها وأصغر منها أيا كانت، وبعد كده علامة الاستفهام والبي اتش بي، وبينتهي بإيه؟ بنفس علامة الاستفهام وعكس العلامة اللي كتبتها فوق، علامة الأكبر من، أوكي، أو الأصغر من، أنا مش عارف. المهم يعني البداية اللي فوق دي هي بداية الكود، والنهاية اللي تحت دي هي نهاية الكود. البي اتش بي ما تفرقش كتير عن البايثون أو عن السي، نفس الكونسبت بيتكرر تاني بس بسنتكس مختلف شوية. ازاي تطبع في البي اتش بي؟ بتستخدم ايكو وما بين دبل كوت تحط الكلمه بتاعتك، وبرده الجمل في البي اتش بي بتنتهي بسيمي كولون شبه السي. البي اتش بي مشابهه اكتر للسي عن البايثون، اوكي. وازاي تعمل نيو لاين في البي اتش بي؟ عن طريق الامر بي ار مش سلاش ان، تمام، عشان هي بتتعرض على الويب فواخده نفس الستايل بتاع الاتش تي ام ال. يبقى عشان تطبع بتستخدم ايكو. عايز تكاريت فاريبل، الفاريبلز في البي اتش بي لازم تبدا بعلامه الدولار، لو عملت غير كده هيطلع لك ايرور. اي فاريبل هتعرفه في البي اتش بي لازم يبدا بعلامه الدولار، ومفيش اي داتا تايبس في البي اتش بي. فالبي اتش بي واخده ميكس ما بين السي والبايثون، واخده مثلا حته السيمي كولون في السي، والفور والاف مشابهين للسي، وواخده حته ان الفاريبل ممكن تحط فيها اي داتا تايب، اي نوع، انت انتجر او فلوت او كاركتر او سترينج، اي حاجه بشكل مباشر. فهنا عادي جدا ممكن تعرف فاريبل تسميه سترينج تحطه جواه اي داتا تعجبك، هاي انا سترينج، ممكن تكريت على طول نمبر تحطه بيساوي 50 او اي حاجه تانية، عادي جدا الفاريبل يعني بتتعرف على طول. عايز تطبعهم ايكو وتروح عليه كتب الفاريبل، وما تنساش علامه الدولار والنهايه فيه سيمي كولون. ايكو السترينج، ايكو النمبر، هيطبع لك السترينج اللي هو هاي ام سترينج شبه الصوره قدامك اهو. اول حاجه خالص طبعت ايكو هالو وورلد، تاني حاجه السترينج هاي ام سترينج طبعه قدامك هاي ام سترينج، والنمبر 50 لما جانا طبعنا طبعنا السترينج طبع لك هاي ام سترينج، ولما طبعنا النمبر طبع الرقم 50. بعد كده ممكن تروح جايه قايل ايكو، انا عملت مثلا اولها بي ار عشان تطبع لي الحاجه دي على لاين جديد، وقلت this is string، وبعد كده طبعت تاني الفاريبل اللي اسمه string، عادي جدا. دي بس طريقه عشان تميكس ما بين الكلام بتاعك والفاريبل اللي موجوده، حط بس دبل كوت واكتب جواها الكلام واكتب الفاريبل حط بيه علامه الدولار، هيروح جاي طابع لك this is string ويطبع لك القيمه اللي في السترينج اللي هي هاي ايام string، ونفس الكلام this is number يطبع لك this is number، وبعد كده يطبع لك القيمه بتاعت النمبر اللي هي ال 50. يبقى البرنت بتستخدم ايكو، الفاريبل بتتعرف عادي جدا شبه البايثون مفيش فيها اي داتا تايب، اكتب يا باشا اسم الفاريبل وخليه بيساوي القيمه اللي تعجبك على طول مفيش فيها اي مشكله. وازاي تطبع برده مشابه شويه للبايثون، مجرد بتحط التكست بتاعك او السترنج اللي انت عايز تطبعه زائد الفاريبل اللي انت عايز تطبعه، تحطهم الاثنين ما بين دبل كوت. بس كده مفيش تقريبا اي حاجه ثانيه مختلفه. لو احنا حبينا ناخد بقى الكود شبه الكود ده كده ونعمل له ران نجربه عملي، اوكي. في بس كام معلومه لازم تعرفهم في الاول. اولهم ان دلوقتي الويب سيرفر، احنا دلوقتي عندنا اباتشي شغال. طب ازاي تعرف ان اباتشي شغال؟ ممكن تستخدم امر شبه نت ستات داش اي ان تي بي، وبعد كده تمرر الحاجه اللي هتطلع عشان ما يجيلناش نتيجه كتير، جريب هات لي في حاجه شغاله على البورت 80 ولا لا. لو عملت كده مفيش مشكله عادي، هتلاقي ان اوريدي البورت 80 عندك مفتوح، يبقى انت كده عندك السيرفس اباتشي شغال. ممكن تجرب بطريقه ثانيه عن طريق سيستم سي تي ال، وتكتب ستاتس وبعد كده تكتب اباتشي 2، اوكي، قال لك فعلا الاباتشي شغال، يبقى انت كده اتاكدت ان الويب سيرفر بتاعك شغال. دي اول نقطه، اتاكد ان البي اتش بي عندك نازله، اكتب بي اتش بي داش في هيطلع لك الفيرجن بتاعتها اللي هي بي اتش بي 7.0، يبقى كده عندك الويب سيرفر والبي اتش بي نازلين، والويب سيرفر اهم حاجه ان هو شغال وشغال على البورت 80. ازاي بقى تقدر تاكسس الويب سيرفر بتاعك؟ بتاكسسه بان انت بتفتح البراوزر، ومن البراوزر بتكتب اللوكال هوست. فاكر لما قلت لك في اي بي محجوز لللوكال هوست لو انت حبيت تطور مواقع او حاجه زي كده؟ اللي هو الاي بي ده، حلو.
ممكن تكتبه كده او ممكن تروح جاي كاتب اللوكال هوست، اي حاجه من الاثنين دول هيدخلوك على نفس المكان، بس احنا هنستخدمه دلوقتي بالاي بي. حلو الكلام. طيب دلوقتي بقى الاي بي ده انا لما بكتبه بيوريني جزء في الاوبريتنج سيستم بتاعي، انهي جزء بقى؟ الجزء ده سي دي فار، تخش جوه فار جوه 3 دبليو جوه اتش تي ام ال. المسار ده لو عملت ال اس المسار ده هو اللي بيتعرض. يعني دلوقتي لو قلت له تاتش اكريت اي فايل هسميه تيست. حلو، فانا عملت ال اس في تيست. انا دلوقتي لو جيت رستارت دي تاني هيلاقي ان الفايل بتاعي تيست ظهر هنا. فالمسار ده لما بتكتبه في البراوزر وتعمل مثلا وراه سلاش بيأكسس اي حاجه موجوده. يعني انا ممكن اكسس الفايل اللي انا عملته اللي هو تيست، بس هو عشان ما فيهوش حاجه. اوكي، فالمسار ده بيعمل ايه؟ بيشاور على المكان ده. يبقى انا دلوقتي لو حبيت بقى كريت ويب ابلكيشن كامل هكريته فين؟ في المسار ده، عشان لما استخدم الاي دي بتاعي هنا واعرض الحاجه تتعرض على طول. هنا دلوقتي حتى عملت لها ريفرش تاني هلاقي البتاع ده ما بقاش موجود. طيب اول حاجه بقى كريت كود بي اتش بي، هكريت مثلا كود هسميه مثلا تيست 1 دوت بي اتش بي، كنترول شيفت في او تعمل كليك وبيست اللي يعجبك. ده الكود بتاعه مفيش فيه اي حاجه مختلفه. ماشي مفيش مشكله، ممكن بس هنا نحط نقطتين كده عشان تورينا الحاجه اللي هتطلع لنا مختلفه عنها ازاي. اعتقد مفيش حاجه غريبه، انا خلاص حفظته. تمام، اكسسه ازاي؟ زي ما قلت لك انت لو عرضت ده هتلاقي ان في الفايل ده طلع، ممكن تتك عليه او ممكن تكتب المسار هنا بقى تقول له ده هات لي من جواه تيست 1 دوت بي اتش بي، هتلاقي ان الكود بتاعك دلوقتي اتنفذ. لو جيت عملت فيو البي جي سورس هتلاقي ان مفيش غير كود البي اتش تي ام ال، فكود البي اتش بي ما بيظهرش عندك. دي النقطه اللي انا كنت بقول لك عليها، ان البراوزر هيعرض لك فقط كود اتش تي ام ال او سي اس اس او جافا سكريبت، مش هيعرض كود بي اتش بي. دي حاجه هتعرفها قدام لما تخش بقى مجال السكيورتي. بس كده لو عرضنا تاني المحتوى بتاع الفايل ده، زي ما انت قلت لك دي البدايه والنهايه بتاعت البي اتش بي، دي جاست بتطبع ايكو هالو وورلد اهي. ده سترينج اسمه كذا عرفناه، وده نمبر اسمه كذا عرفناه، مفيش مشكله. قلت له ايكو السترينج وايكو النمبر، اهو راح طبع السترينج وطبع النمبر. بعد كده رحت قلت له ايكو ذيس از سترينج، وبعد كده اطبع القيمه اللي في السترينج اللي فوق دي، راح طبع ذيس از سترينج، وبعد كده طبع القيمه بتاعت السترينج، وهكذا للنمبر وطبع النمبر وهكذا للنمبر وطبع النمبر. ده كده ببساطه كود بي اتش بي. نكمل طيب حاجه ثانيه تبع البي اتش بي نفهم الموضوع منها اكتر. تعال نشوف الايف كونديشن. بص مشابهه جدا، تعرف فاريبل اسمه اكس. يعني انا برضو اتحداك ان انت توقف الفيديو وتفهم كل الكلام ده، ما عدا مثلا حته الاري ممكن تحس ان هي مختلفه شويه، انما الايف كونديشن واللوبس اعتقد ان انت تبقى عارفهم. نكمل، الاكس بتساوي 42 واي فاريبل قلنا بتحط قبليه علامه الدولار وبتعرفه على طول. لو الاكس الاكس اللي احنا عملناها كانت اكبر من ال 40 اطبع جريتر، else اطبع less، فعشان الاكس 42 وطبعا اكبر من ال 40 فتطبع جريتر. اللوبس شبه السي، 4 اي بتساوي كذا للاي اقل من كذا للاي بلس بلس، بس جاست تكتب علامه الدولار قبل الفاريبل، تفتح قوس وتكتب ايكو وتطبع الرساله بتاعتك. ما اعتقدش ان في اي حاجه فيهم غريبه او جديده انت ما مرتش بيها قبل كده. هنتكلم عن حاجه جديده، هي مش جديده، هي بس مختلفه شويه في الكتابه. ايه الاري؟ الاري دي بالظبط بتكافئ الليستس في البايثون. مش انا قلت لك الليست في البايثون ده حاجه بتخزن جواها مجموعه من الداتا، نفس الحوار موجوده في البي اتش بي، بس اسمها ايه هنا؟ اسمها اري ما اسمهاش ليست. حلو، عادي جدا ممكن اعرف فاريبل اسمه ستودنت اقول له بيساوي اري. انا التاني كنت بفتح قوسين على طول، لا هنا لازم اري وبعد كده افتح قوسين وجواه احط الداتا بتاعتي، برده نفس الفكره احمد حسن 12 اي رقم يعجبك. في البايثون كنت بقول لك انت ممكن تعمل فور تمر عليهم، هنا برضو نفس الكلام انت ممكن تعمل فور تمر عليهم، بس السنتكس بتاعها مختلفه. الثانيه كانت فور ستودنت ان ستودنتس، تمام. هنا هتستخدم امر شبهها بس اسمه فور اتش، مش فور بس اسمه فور اتش، وتفتح قوسين برضو. هنا على العكس بقى، الاولاني في بايثون كنت بتكتب الفاريبل وبعد كده بتكتب
الاري بتاعك او الليست بتاعتك. كان للاسف العكس، عشان كده الموضوع ممكن يلخبطك شويه، بس حط الحاجات دي كده جنب بعض وحاول تعرف الفرق ما بينهم. هنا بتكتب الاري الاول وبعد كده بتكتب الفاريبل. يعني في بايثون انت كنت ممكن تقول فور اكس ان ستودنتس، انما هنا هتقول فور اتش ستودنتس از اكس. يا ريت تبقى عارف الفرق بين الاثنين. يبقى هنا هتحط اسم الاري اللي فوق، وهنا الفاريبل اللي انت عايزه يمر، ممكن يبقى ستودنت، ممكن يبقى اكس، ممكن يبقى اي حاجه. خلاصه اللاين ده ان هو برده هيعدي على عنصر عنصر جوه الاري، وكل مره العنصر هيبقى موجود في ستودنت. تمام. وبرده ما بين القوسين هتقول له كل مره اطبع لي الستودنت اللي هو الاخير ده. وبرده ممكن تاكسس عناصر الاري عن طريق الاندكس، تقول له ايكو ستودنت 0 يطبع لك اول واحد، او ايكو ستودنت 1 يطبع لك تاني واحد. اتوقع ان مفيش حاجه المفروض جديد عليك. لو حابين نكود حاجه من الحاجات دي ممكن نقول نانو تيست دوت بي اتش بي، وهات لنا مثلا بتاعت الليست دي نجربها. كوبي، وهنا تروح جاي عامل لها بيست بالمنظر ده. ما تنساش برضو طبعا ان انت ده كود بي اتش بي، فلازم تفتحه بالمنظر ده ولازم تنهيه بالمنظر ده. اوكي اوكي دي نفس الموضوع برضو بتاع كل مره، ان الدبل كود بتطلع بشكل مختلف في الباوربوينت، فاتاكد ان هي مكتوبه صح. وعشان كده انا هحسب لك الاكواد دي عشان ما الموضوع ده ما يزولكش. اوكي خليها كده افضل. اوكي بس كده اعتقد الدنيا تمام. كلير كات تيست 2.php ده كده بقى الكود بتاعك. عرفت الري حطيت فيه الداتا دي، وبعد كده هتمر على عنصر عنصر جوه الاري وتطبع العنصر ده. وانا هاكد لك المعلومه بان انت تطبع كل عنصر لوحده. كل اللي عليك ان انت تعمل تاكسس الفايل التاني اللي هو test2.php اللي انا لسه عامل كريته، طبع لك الحاجه بالمنظر ده. منظر معفن انا عارف ليه، عشان احنا بس ما طبعناش بي ار. البي ار زي ما قلت لك هي اللي بتدي لك شكل النيو لاين. فممكن هنا تقول له هي اولا ايكو دي مكتوبه غلط، لما ايكو دبل كود وتروح حاطط وراها بي ار عشان بس تدي لك نيو لاين. اوكي وهنا برضو نفس الكلام ايكو بي ار عشان تطبع لك بس ايه نيو لاين، فالدنيا تبقى شكلها لطيف شويه. بعد كده تروح ستار تاني فهتلاقي الدنيا وضحت شويه. هنا طبع لك كل الفاريبلز. اوكي هنا راح طبع لك كل الفاريبلز، احمد حسن 12 هم اول ثلاثه. دي اكسست اول اليمنت اللي هو احمد، ودي اكسست تاني اليمنت اللي هو حسن، وهكذا بقى مفيش فيها اي اختلاف. ممكن نجرب الاثنين دول مع بعض كحاجه اخيره برضو. نانو تيست 3.php تروح جاي حط الكلام ده كده كله هنا، تبدأه برضو بالعلامة دي بي اتش بي وتنهي بنفس العلامة. اوكي هنا عرفنا اكس بيساوي 42 مفيش مشكلة، اف كذا بتساوي كذا، إلس اعمل كذا مفيش فيها اي مشكلة. ده جاست اول كود هنرنه، والكود التاني ان هو يطبع الفور بالمنظر ده، يطبع ثلاث مرات كلمة هلو وورلد. اوكي وبرضه عشان تطبعها بشكل كويس حط لها علامه البي ار عشان تديك النيو لاين، وهنا برضه مع الجريتر او مع اللزان حط علامه البي ار عشان برضه تطبع لك الحاجه بشكل كويس. اتوقع كده تمام، يعني مفيش مشكله. ممكن ننزل دي كده تحت وننزل دي كده تحت بس كده. كنترول اكس واعمل كلير، وبعد كده ممكن نطبع الداتا دي برضه عشان نبص عليها قبل ما نشتغل. كل اللي عليك اول حاجه انت عندك الاكس ب 42، لو الاكس اكبر من ال 40 هيطبع جريتر، وطبيعي ان هي الاكس هتكون اكتر من 40 فاللي هيطبع لك دلوقتي هو جريتر، else لو حطينا رقم اصغر هيطبع less. بعد كده ايه؟ هيشتغل ثلاث مرات وكل مره هيطبع لك هلو وورلد. تعالى بقى نجرب الكلام ده.
تيست 3 ده زي المحصل، عشان هنا الاكس اكبر من 40 فطبع جريتر، وبعد كده الفور اشتغلت 3 مرات طبعت لك هالو وورلد. لو هنخش نعدل ونخلي الاكس مثلا ب 12 على سبيل المثال ونرستر تاني هتلاقي طبعت لس، ودي دايما بتتنفذ. اتمنى تكون البيتش بي وصلت، وبرده ان شاء الله الفيديو الجاي هنتكلم على برنامج كامل هنعمله بال HTML وبال PHP عشان تطبق على كل اللي احنا اخدناه، وهتاكد ان انت بتعرف تكود بايدك. اشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي مع اخر فيديو في الجزء بتاع البروجرامينج، والسلام عليكم.